هذه بناية الجنادي متواجدة بالحي الشرقي لمدينة نوى، وهذه منازل المدنيين العز التي قامت قوات النظام بهدمها بشكل كامل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا قوات النظام قامت بهدم ما يقارب أكثر من 100 منزل بهذا الحي. هذا المنزل مؤلف من 3 طوابق. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذا احد المنازل الذي تم تدميره بشكل كامل من قوات النظام التي كانت تتمركز هنا. هذا منزل آخر. حسبنا الله ونعم الوكيل، دمار هائل، دمار ما يقارب 60% من الحي الشرقي بالقرب من بناية الجنادي والأمن العسكري وكتيبة الكونكورس. هذه المنازل تم تسويتها بالأرض بشكل كامل إثر استهدافها من قبل قوات النظام. حسبنا الله ونعم الوكيل، دمار هائل بمنازل المدنيين العزل أثر قصفها من قبل قوات النظام، حيث قطنت قوات النظام في هذه المنطقة ما يقارب 1.5 سنة تحاصر مدينة نوى من الجهة الشرقية، فقامت بهدم ما يقارب 100 منزل بهذا الحي بشكل كامل. فكانت تتبع أسلوب التفخيخ، تفخخ المنازل وتفجرها. وهذه بعض غارات الطيران التي استهدفت هذه المنازل. حسبنا الله ونعم الوكيل. مدينة نوى الحي الشرقي، دمار هائل جدا بمنازل المدنيين العزل. رغم كل هذا سنبقى سائرون وسنبقى صامدون بإذن الله. دمار هائل جدا بمنازل المدنيين العزل، حيث سويت ما يقارب 100 منزل أو أكثر على الأرض بشكل كامل. شاهدوا ماذا فعل قوم ياجوج وماجوج بهذا الحي. هؤلاء الكلاب النصيريين، شاهدوا ماذا فعلوا بمنازل المدنيين العزل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يبقى منزل في هذا الحي إلا وهدم. طبعا هذا الحي هو الحي الشرقي لمدينة نوى، ما يسمى بطريق حوي. هذه إحدى الأمهات تبحث في منزلها المدمر على ما تبقى منه من أثاث. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا سامحكم الله أيها العرب.
لا سامحكم الله أيها المتخاذلون مع الثورة السورية، لا سامحكم الله يا طغاة العرب. انظروا ماذا فعل هذا النصيري بمنازل المدنيين في الحي الشرقي طريق حوين مدينة نور. دمر هذا الحي بشكل كامل. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن والله هذا لم ولن ولن نتراجع ولن نكل حتى النصر، مهما فعلت يا بشار، مهما دمرت ومهما قصفت ومهما فعلت، سنبقى سائرون، سنبقى سائرون حتى النصر بإذن الله. رغم كل الألم ورغم كل الجروح، ها هم الأهالي يحاولون بكل الوسائل وبكل شيء أن يبقوا صامدون. حسبنا الله ونعم الوكيل. مدينة نوى الحي الشرقي طريق حوي، دمار هائل جدا خلفته قوات النظام بعد انسحابه من هذه المنطقة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قوات النظام قبل أن تنسحب قامت بتفخيخ هذه المنازل وتفجيرها. نشاهد هذا حجم الدمار الهائل الذي خلفته قوات النظام بعد أن قامت بالانسحاب من هذه المنطقة الشرقية لمدينة نوى. شاهدوا هذا الدمار، تدمير ما يقارب 60% من هذا الحي الشرقي لمدينة نوى. حسبنا الله ونعم الوكيل. دمار هائل على هذا بهذا الحي الشرقي طريق نوى الشيخ مسكين، حيث قامت قوات النظام بهدم ما يقارب 60% من المنازل المتواجدة بهذا الحي. حسبنا الله ونعم الوكيل. Thank you.
حسبنا الله ونعم الوكيل. شاهدوا 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 هذا الدمار الذي خلفته قوات النظام في منازل المدنيين العزل. حسبنا الله ونعم الوكيل.